السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل الوقفات مع سورة يوسف، نسمع مصاحف. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. احنا دايما بنذكر لازم نحدد المشهد اللي بتحدث فيه قصة. احنا قلنا قصة يوسف من القصص القرآني، ومن خصائص القصص القرآني التنوع السريع بين المشاهد، فلازم انت تكون مستحضر المشهد ده بيحدث فين وتعايش هذا المشهد. آخر مشهد توقفنا عنده حينما رجع إخوة يوسف، كم واحد اللي رجعوا؟ 10 ولا 9 ولا 11؟ 9، لأنه مين اللي فضل هناك؟ بنيامين وأخوهم، قال أوسطهم أو قال كبيرهم، سواء بقى هو خلاف في اسمه أيا كان، هو اسمه يرابيل أو شمعون أيا كان. وذكرنا الإمام الطبري رجح إن هو الأكبر سنا، فرجع البقية ورجعوا إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه أن ابنك سرق. فصبر يعقوب عليه السلام وقال: فصبر جميل، نفس الكلمة ونفس الإيمان، ثبات الجبال. صبر يعقوب فعلا في هذه القصة من ثبات الجبال. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وتكلمنا على مسألة هل ده يعتبر سوء ظن ولا لا، وأن هم اللي وضعوا أنفسهم في هذا المكان. فمن وضع نفسه في مكان يساء فيه الظن فلا يلومن إلى نفسه. بل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، حينما كان خرج ليلا مع زوجته صفية ونظر إليه بعض أصحابه قال إنها صفية، فحين هو مش موطن تهمة صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى لا يظن فيه الناس، حتى يكون هذا مكان تعليم إن الإنسان يبرئ نفسه، فقال حتى لا يظن به أحد أن يسير مع المرأة ليلا، فقال إنها صفية أي زوجتي. قال: يا رسول الله، أو نسيء فيك الظن؟ يعني مش معقول نسيء فيك الظن. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم ده منهج الإنسان لابد أن يستعمله: إنها صفية. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. حسن الظن بالله مهما حدث، وده مهم جدا، الإنسان يحسن ظنه بالله مهما حدث ومهما كانت الأمور، وأنه دائما يكون متفائل. وحتى لو لم يحدث تحدث الانفراجة في الدنيا، فهو يتفائل بأن الله سبحانه وتعالى يدخر له الأجر يوم القيامة. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم، خلاص هو لم يعد يناقشهم ولم يعد يتكلم معهم، انصرف عنهم. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف. بعض العلماء هنا ذكر قال مش معنى أن ربنا ذكر أنه تأسف على يوسف أنه لم يتأسف على بنيامين، ولكن هذه القصة سيقت لأجل يوسف عليه السلام فتأسف على يوسف. ولأن يوسف عليه السلام، وده نقطة مهمة جدا، يوسف عليه السلام في أول القصة رأى رؤية علم منها يعقوب أنه سيبتلى وأنه سينبأ وأنه سيصطفى. وكان يعقوب يعلم أن يوسف عليه السلام يحمل الدين، فكان يعقوب عليه السلام مشغول بهم الدين، من سيحمل الدين، كما كان زكريا يطلب من الله سبحانه وتعالى من يرثه، أي من يحمل عنه هذا الدين. فكان ينظر في قومه زكريا عليه السلام فلا يجد من يحمل وراءه هذا الدين، فكان يتمنى أن يرزق بالولد، لا للولد في ذاته، بل لأجل أن الولد هذا يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرثني النبوة. ذلك قال: وأنت خير الوارثين. فكان يعقوب أيضا شدة حبه ليوسف لكونه أب وكونه ابنه يحبه، وأيضا لأنه نبئ أو كان يرى فيه مستقبل النبوة والاصطفاء وحمل الرسالة، وكان هذا تأويل يعقوب ليوسف عليه السلام. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم القربة المكظومة المغلقة اللي مهما حصل فيها ضغط لا تفتح، فكأن يوسف يعقوب عليه السلام كتم هذا ولم يشكو إلى أحد، وكان بيحمل بداخله هموم وأحزان لا يعلمها إلا الله. كان يعقوب عليه السلام يحمل بداخل صدره هموما وأحزانا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يكن يشكو الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، ولكن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلذلك معنى الكظيم الذي امتلئ بالمشاعر، سواء الغيظ أو الحزن أو الألم، ده معنى الكظيم، يمنع أن تخرج هذه المشاعر إلى غير الله. يبقى الإنسان أحيانا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه. يبقى كأن الإنسان كالقربة المملوءة يكاد أن ينفجر،
لكن يحاول أن يكتم هذه المشاعر لا يخرجها. وده له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى مذكور في القرآن ومذكور في السنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ. فقال ربنا سبحانه وتعالى وابيضت عيناه من الحزن. هنا أمر الإنسان ممكن يتعجب كيف يبكي كل هذا البكاء يعقوب عليه السلام هو نبي. فيش تعارض بين الاصطفاء وبين المقام العالي وبين البكاء. فكرة المنشورة إن الرجالة ما بتعيطش، كلمة دي خاطئة، يعني هذه الكلمة خاطئة. النبي صلى الله عليه وسلم بكى حينما مات إبراهيم ولده، لذلك بعض الصحابة تعجب، كان يعني ده متخيل. أحيانا بيبقى فيه صورة مثالية، الصورة دي مش حقيقية، هي صورة متوهمة عن المثالية. فقالوا أو تبكي يا رسول الله، ومعتقدين إن طالما نبي ما يبكيش على فقد ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة يضعها الله سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده. يعني البكاء ده رحمة. القضية كيف تجمع بين الرحمة، كيف تجمع بين الرحمة وبين الصبر. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. كيف يجمع الإنسان بين الرحمة؟ لذلك لما تكلم العلماء حينما مات للفضيل ولد وحاول أن يبتسم، أن يخبئ مشاعر البكاء، فابتسم، فقالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأشبه بالإنسانية وأكمل وأشبه بالفطرة، كمال الفطرة، إن الإنسان يبكي على فقد ولده لا يتكلف غير ذلك، لكنه لا يقول إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. فكان يعقوب عليه السلام يكظم غيظه، لا يظهر، يكظم حزنه، لا يظهر هذا الحزن لغير الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم مع المخلوقين، لا يشكو الله إلى خلقه. وكان كثير البكاء حزنا على يوسف وحزنا على نبوة يوسف واصطفاء يوسف، وكان يتمنى عودة يوسف وحمل النبوة. لذلك بعض العلماء منهم الإمام ابن عاشور في تفسيره قال إن بكاء يعقوب هنا هو كان عبارة عن كثرة الشكوى إلى الله، وأنه كان يبث شكواه إلى الله، فكان كثرة البكاء نتيجة كثرة التضرع إلى الله. فقال إن يعقوب ابيضت عيناه من الحزن أشبه بتورم قدم النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، شبه الاثنين، ان ده من كثرة ان يعقوب كان كثير الشكوى والتضرع الى الله سبحانه وتعالى. احيانا الانسان اذا وقعت به مصيبة يكثر من الشكوى الى الخلق. والانسان، واكرر هذا المعنى كثيرا، الانسان بداخله مجموعة من المشاعر، هذه المشاعر تكون محدودة. اذا فرج الانسان همه وبث مشاعره مع احد من خلقه لم يكن هناك مكان للبث مع الله سبحانه وتعالى. ذلك الآية التي بعدها لما عاتبوه تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف، قال بعدها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث كثير من المفسرين قال البث بمعنى الهم والغم، لكن أصل كلمة البث بمعنى إيه؟ الانتشار. يقول لك أما الحاجة تنتشر لك البث المباشر أو الفراش المبثوث أي المنتشر. فقالوا الهم والغم إذا استحكم في صدر إنسان ولم يستطع أن يحافظ عليه ويخرجه هذا البث، هذا البث لا يكون إلا مع الله. ده حال الأولياء الأصفياء. فيعقوب عليه السلام كان بيكظم الغيظ، يكظم الحزن، يكظم الألم مع الناس، فإذا اختلى بربه بث هذا. يبقى حالة وجوده مع حالة وجوده مع الناس يظهر التصبر وأنه يتكلف الصبر ويظهر التصلب أمام الناس. إذا خلى بربه أظهر بثه وحزنه وجزعه بين يديه. هذا أمر طبيعي للإنسان، إن لم يبكي الإنسان في السجود بين يدي ربه فمتى يبكي؟ هذه الطاقة، طاقة البكاء، لابد أن تخرج، وإلا انفجر الإنسان، وإلا لم يصبح الإنسان طبيعيا. لكن إذا أخرجها في محلها، ذلك الإنسان لما بيمر بأزمة كبيرة ويبكي في سجوده طويلا، يخلو بربه ليلا ويبكي ويتضرع ويكثر من البكاء، تجده في الصباح إنسانا سويا، خلاص هو أخرج الطاقة التي بداخله، طاقة الحزن التي بداخله أخرجها، وفي المكان الصحيح بين يدي الله وفي الوقت الصحيح في قيام الليل. فإذا خرج إلى الناس خرج قويا، خرج صلبا، لا يتأثر بكلام الناس ولا بالأحداث التي تحدث أمام الناس. لماذا؟ لأنه أخرج هذه الطاقة في محلها. فيعقوب عليه السلام وصفه ربنا بوصفين، أنه كظيم، يعني يمنع خروج المشاعر، يكظم ذلك ويمنع ذلك القربة المغلقة، ووصفه أنه يخرج البث، يخرج ما في صدره. لكن ما فيش تضاد، الجامع بينهما ازاي؟ ان ده امام الناس هو كظيم، وبينه وبين الله يخرج كل ما بداخله. انما اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني عن الناس. الحديث المروي عن نفسه كان في سنة ضعف حينما عاد من الطائف، ان تخرج كل ما بداخلك بينك وبين الله، لان الله سبحانه وتعالى يطلع عليك ويعلم تفاصيل تفاصيل نفسك.
ويعلم أحزانك، وهو قدر ذلك ليستخرج منك هذا الدعاء، فالدعاء هو العبادة. فحينما تخلو بربك أخرج كل ما بداخلك، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بث شكواك إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل زكريا، وكان يصف حاله وصفا دقيقا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي. ده نجوى بينه وبين الله، حال بينه وبين الله: إني مسني الضر، أني مسني الضر أيوب وأنت أرحم الراحمين. الكل يبث نجواه والكل يبث شكوى بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لابد أن يخرج هذه الطاقة، طاقة البكاء وطاقة الحزن وبث الشكوى، تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذلك ذكرها بصيغة الحصر: إنما أشكو بثي. هذا البث لا يكون إلا بين يدي الله. ذكر التفاصيل، التفاصيل مع البكاء حال الأصفياء والأولياء، هذا لا يكون إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمنع أنك تستشير الناس، هذا لا يمنع أنك مشورة الناس، أنك أحيانا تفضفض مع بعض الناس، تخلو به، تشرح له ظروفك، تطلب منه النصيحة، لكن حالة الحزن التام وبث المشاعر والتضرع والبكاء لا تكون إلا بين يدي الله. هكذا يصبح الإنسان سويا معتدلا صلبا أمام الأحداث أو الأقدار التي يقابلها في حياته. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. قيل: أصابه العمى من كثرة البكاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، كثرة تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى من الحزن، كان حزينا على فقد يوسف، يوسف عليه السلام، فهو كظيم وكان يكظم هذه المشاعر أمام الناس. قالوا: تالله، استعملون حرف التاء للقسم، وده تكرر في السورة، وقيل إذا ما ذكرت التاء بمعنى الواو ويأتي القسم النادر مع الأشياء النادرة. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف. تفتأ أي فيه حرف نفي محذوف، أي لا تفتأ بمعنى لا تزال، تفتأ أي لا تفتر، فمعنى الآية أي لا تفتر، لكن فيه حرف نفي هنا محذوف. معروف ده، سياقات معروفة، في بيت شعر مشهور بيذكره كثير من المفسرون هنا: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. يعني بيكلم واحدة بيحبها، قالت له: يا ابني هتفضحنا، كان رايح لها بالليل. فقالت: سباك الله إنك فاضحي. قالت له: هتفضحنا، يعني ناس حوالينا. فقلت، فرد عليها: قلت يمين الله أبرح، أي لا أبرح. فده أمر معروف لغة، إن الحرف النفي يفهم من السياق يحذف. وبعض المفسرين أصحاب البلاغ اللي حاول يذكر، طيب خدوا بالكم إيه المفسرين بيعملوا إيه لما بيجي لفظ زي كده أو أي سياق قرآني ويكون غريب ويكون مستغرب، فأول بيعملوا حاجتين: أول حاجة يثبتوا صحة ذلك نحويا عن طريق الرجوع إلى كلام العرب وأن هذا من استعمالات العرب، يبقى أول حاجة يثبتون صحة ذلك إيه نحويا. ثانيا يثبتون فائدة ذلك بلاغيا، يعني وده أحيانا بيقصر بعض المفسرين إن يثبت إن الاستعمال ده صحيح وإن العرب استعملوه، بما إن ده ورد في القرآن إحنا خلاص موقنين ده صحيح، لكن الرد على إن العرب بتستعمله ده لمن ألقى شبه على القرآن. فقالوا هنا: طب إيه الفائدة البلاغية من الحذف حرف النفي هنا؟ قالوا: وكأنه يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا إن الطلب اللي طلبوه غريب، يريد أن ينسى يوسف، ده طلب غريب مستنكر، فجاء معه هذا الاستعمال النادر، يعني الطلب اللي طلبوه ده طلب غريب جدا، فإسقاط حرف النفي كأنهم يريدون أن يسقط يوسف من حساباته، وهذا لن يحدث. قالوا: تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حاربا، بيقولوا يعني يقولون له، هو مين اللي بيقولوا له هنا تالله تفتأ؟ قالوا: مين؟ أبناؤه، لأنهم لسه موجودين في الحدث معاه، لأنه تولى عنهم، انصرف عنهم وقال: يا أسف على يوسف، هو يحدث ربه ولا يتركونه في خلوته، يعني هو بيقول يا أسف مش بيكلمهم، فتدخلوا أيضا ولا زال في قلوبهم بقية يعني إيه انشغال بيوسف أيضا. قالوا: تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض قالوا أصابه الضعف والبلى والهرم، وأصابه ذلك من نتيجة مشاعر معينة، يعني قالوا الحرض ده إن الإنسان يحزن حتى يبلى جسده، أو يحب حتى يبلى جسده، أو يصيبه المرض حتى يبلى جسده. الشاهد إن النتيجة النهائية إنه بيصيبه ضعف القوة ويبلى وتبلى قوته نتيجة إما مشاعر فيها حزن أو نتيجة مرض. ذلك بعض المفسرين، وده في خلاف في معناها: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وهنا حتى تكون حرضا، ودايما
فهم اللفظة القرآنية بيساعدنا عليها نشوف استعمالات القرآن لها في المواطن الأخرى. قالوا يعني حرب، بما أن الحرب بمعنى الهلاك أو أن الإنسان يقارب الهلاك، قالوا أنت تظل تحزن على يوسف حتى تقارب الهلاك. بعض العلماء قال، ركزوا معايا في المعنى ده، أحيانا الفعل بياخد يقول لك الفعل ده فعل السلب. يعني إيه فعل السلب؟ يعني أشهر مثال عندنا قسط. قسط بمعنى إيه في القرآن؟ جارة ولا عدلة؟ عدلة. قسط بمعنى عدلة. طب ربنا يقول فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، يبقى عدلة إزاي؟ لا، قسط بمعنى جارة، واسم الفاعل من قسط قاسط. الاسم الفاعل من قسط إيه؟ إيه يا عم الكلام اللغة الغريب ده، إحنا جايين ناخد درس النحو ولا؟ صلوا على النبي. اسم الفاعل من قسط إيه؟ قاسط. فربنا بيقول أما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، يبقى قسط بمعنى وقع في الجور، جار وظلم. لما واحد نقول إن هو أزال الجور نحط ألف بنسميها ألف السلب، يعني غيرت معنى الكلمة، سلبت منها معنى قسط، فنقول أقسط أي عدل. ذلك إن الله يحب المقسطين مش القاسطين. مقسط هنا اسم الفاعل، ده مقسط من أقسط. فأحيانا بيجي في الفعل إن مثلا يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، يعني هو مش الحنس، حديث البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد. ومش إحنا عندنا في القرآن إن الحنس ده حاجة مش كويسة؟ كانوا يصرون على الإيه؟ الحنس. لما يقول لك يتحنث أي يلقي عنه الحنس. طيب إحنا يقول لك فلان طبيب أو يمرض فلان، يمرض يعني بيتعبه؟ لا، يزيل مرضه. بمرضه يعني إيه؟ أي يحاول أن يزيل مرضه. فحرب إن من المعاني التي قيلت إن الفعل ده معناه أن تصرف عنهم الحرض بالجهاد، يعني هم لو ما جهدوش هيهلكوا، فالحال أنك تقنعهم بالجهاد في سبيل الله، فالذي يصرف عنهم الحرض ويصرف عنهم الهلاك هو الجهاد في سبيل الله. انسى الكلمة دي خالص، ولا كأن أنا شبحت عادي خالص، تجاوزها مش. نرجع تاني حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال رد عليهم أن ذكري ليوسف وبكائي على يوسف ليس شكوى من الله لكم، لا أشكو الله لكم، وذكري ليوسف إنما لعلم أعلمه من الله، وبكائي عليه إنما لعلم علمته من رؤيا التي رآها يوسف. قال إنما بصيغة الحصر أشكو بثي، وذكرنا معنى البث، وحزني إلى الله لا لكم. فيعني كانوا يقول لهم أنتم مالكم؟ يقول له تالله تفتح ذكر، يقول لهم أنا أصلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأريد أن أخبركم أني أعلم من الله ما لا تعلمون. بكائي هذا له سبب أنتم لا تعلمون، ولكن سوف يأتي يوم تعلمون سبب بكائي. وأعلم من الله ما لا تعلمون. حينما تكلم يعقوب بهذا الكلام وجد رقة في أبنائه، أبناؤه بدأوا يرقوا له، وبدأ يخرج كل ما في قلوبهم تجاه يوسف سواء من حسد أو غير ذلك. فانتهز يعقوب هذه الفرصة ثم ضمهم إليه وقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تحسس استعمال الحواس للبحث قريبة من التجسس، زي الجس اكتل مسيه، وبعضهم قال التحسس أوسع، خلاف هل التحسس مع الخير والتجسس مع الشر. لكن في حديث أيضا بالنهي عن التحسس، شاهد تحسسه كأنه يقول استعملوا كل الحواس وبلطف حتى تصلوا إلى يوسف. حينما قال يعقوب إني أعلم من الله ما لا وأعلم من الله ما لا تعلمون، كأنه يريد أن يخبرهم أنا أعلم أن الذئب لم يأكل يوسف. يعني يقول لهم إيه، خلينا نتفق إن الكلام اللي قلتوه في أول القصة ده إيه مش حقيقي، خلاص الموضوع منتهي. ولذلك أنا أبكي على يوسف، لأنه بيقول له تالله تفتأ وتذكر يوسف، فبيقول لهم أنتوا عارفين وأنا عارف أن الذئب لم يأكل يوسف. اذهبوا فتحسسوا من يوسف. الكلمة دي كانت عجيبة، إن يقول لهم روحوا مصر تحسسوا يوسف. طب وما يدريه أن يوسف في مصر؟ طب ماشي، هو رأى أو فهم من الرؤية ومن القميص الذي لم يقطع أن يوسف لم يأكله الذئب، لم يأكله الذئب. طب ما الذي أدراه أنه في مصر؟ لذلك بعض المفسرين قالوا بدأ يلقى في روعه في هذا الوقت أن الملك هو يوسف، تحسس ذلك لكنه لم يتأكد من المعاملة ومن طريقة الكلام، بدأ يتحسس ذلك، أو بدأ يلقى بدون ما يظن أنه الملك أنه في مصر. الشاهد أن هذا ألقي في روعه أو
وحي أيا كان، لكن بدأ يشعر أن يوسف موجود في مصر، لذلك ربط بينهما، هو اللي موجود في مصر بنيامين وأخوهم الكبير. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، أنتم تلوموني على بكائي، بكائي هذا لا يعني اليأس، ولا تيأسوا من روح الله. قلنا ما فيش يعني مش لازم يكون في تلازم بين البكاء والقنوط، مش معنى أن الإنسان بيبكي على شيء أن ده علامة يأس، هذا ممكن تكون علامة فطرة. يعني بكاء الوالد على ولده ده من الفطرة، ده مش عدم رضا، ده ليس من السخط في شيء. بكاء الإنسان على من يحب ليس من السخط في شيء، القضية أن القلب لا يجزع ولا يرفض القدر ويرضى، لكن البكاء ما فيش بينه وبين السخط على قدر تضار. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، إلى أي من رحمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى، فهو الله سبحانه وتعالى وبيده الروح، فلا تيأسوا من روح الله الذي يحيي الموتى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر دايما يتعامل بالأسباب وفقط، قضية إن الله سبحانه وتعالى يفعل شيء أو حتى بقضية التدخل المباشر أو بكون، دي مش موجودة عند الكافر. كافر لا يصدق إلا بالدنيا، يعلمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة الروم، لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عن قدرة الله شيئا، ولكن يعلمون عن ظاهر من الحياة الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. التقابل آخر آية وأول الآية، لا يعلمون ويعلمون، أي لا يعلمون عن قدرة الله، لكن يعلمون في الأسباب جيدا، يعني في التعامل في الأسباب وناصح كويس جدا، لكن في التعامل مع ربنا وقدرة الله والتوكل ولا يفقه شيء في ذلك. ذلك لما تجمعوا من الواجبات العملية، جمع كلمة قوم لا يفقهون في القرآن، شوف جات مع ثلاث أصناف من الناس، جات مع مين وشوف إيه سياقتها. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يبقى الكافر لا يعتقد إلا في الأسباب وفقط، لكن قضية أن الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه وأن الله قادر على فعل ما يشاء، ده أمر مش موجود عند الكافر. ذلك الكفار في قريش لما وجدوا المؤمنين، وجدوا المؤمنين قلة في غزوة بدر، قالوا وقال المنافقون غر هؤلاء دينهم، فاكرين يعني عشان هم مسلمين يكسبوا، غر هؤلاء دينهم، فقال ربنا سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، الله بعزته وحكمته ينصره، ينصر المؤمنين عليكم. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني مسألة إن الإنسان دائما يتعلق بالله حتى مع وجود السبب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية على إثر سماء، على إثر مطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حديث مشهور. فمن قال يعني بعد مطر ورجع من الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بهذا الحديث القدسي، قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال على المطر مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. العلماء والإمام النووي في الشرح وغيره، شرح صحيح مسلم وغيره، كلموا إيه معنى الحديث سريعا حتى لا أخرج عن موضوع السورة. قال الكافر لو المقصود به كافر حقيقي مشرك، أي الذي يعتقد أن هذه الكواكب تفعل بهذا الفعل بعيدا عن الاستقلالا بدون تدبير من الله سبحانه وتعالى، فده كافر، انه بيظن ان هذه الامور، ان الكواكب وسير الكواكب والافلاك تفعل هذه الاشياء بدون قدره الله سبحانه وتعالى، وده كفر بالله سبحانه وتعالى، او كفر نعمه، ان المفروض تنسب الشيء لله سبحانه وتعالى. فقالوا حتى ذلك ذكر الامام النووي، حتى من يعتقد ان الله، من يعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الامور وقال مطرنا بنوء كذا ولا يعتقد انها تفعل ذلك استقلالا، قال هذا، قال بعض اهل العلم هذا مما يكره، يعني قل مطرنا بفضل الله ورحمته انه سخر كذا وكذا. الشاهد ان الانسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا بالاسباب. فلما دخلوا عليه، مين دخل على مين؟ لما دخل إخوة يوسف على يوسف، المشهد انتقل من الشام إلى مصر، انتقال سريع للمشاهد. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز يوسف عليه السلام مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، دي مقدمة، ماذا تريدون؟ فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ممكن سائل يسأل، هو يعقوب قال لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف، هم رايحين يجيبوا بضاعة ولا رايحين يشوفوا يوسف؟ فقالوا هذا من التحسس، هو مش هينفع يروحوا مصر بدون سبب، فكأنهم ذهبوا لجلب البضاعة وبالمرة يدوروا على، يتحسسوا من يوسف وأخيه.
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، قدموا مقدمة فيها استعطاف. وده كان أكتر مشهد وصل فيه إخوة يوسف إلى قمة الذلة بين يدي يوسف. سبحان مغير الأحوال، حينما يتذكر الإنسان في أول القصة حينما أجمعوا أمرهم وألقوه في البئر وكانوا يضربونه ونزعوا القميص، ها هم الآن يقفون بين يديه أذلة يستعطفونه. قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة، البضاعة هنا اللي هي المقصود بها الثمن، زي ما احنا ذكرنا جعل بضاعتهم في رحالهم اللي هو الثمن اللي بيدفعوه. جئنا ببضاعة يعني هم جايين ياخدوا طعام، لأن هم لسه في حالة القحط، لسه سنين القحط ما راحتش، جايين ياخدوا طعام بس ما عادش معاهم فلوس تكفي، يعني دي ثالث مرة يرجعوا ما عادش معاهم فلوس تكفي. فكلمة بضاعة مجزاة، بعض العلماء قالوا دراهم فيها نوع من ال، يعني كان زمان الدينار لما يكون مش من ذهب خالص يكون في نوع من الايه، مش عايز اقول الغش، زيوف، فيها نوع من التزييف شويه، وده بيبقى معروف يعني، يعني ده مش مزيف بمعنى ان هو نصابين، لا، ان ده قيمته اقل، انه ليس ذهب خالص، ده معنى بضاعه مزياه. وقيل بضاعه مزياه جمعوا كل اللي عندهم، مثلا عندهم شوال، حبال مقطوعه، كل حاجه ينفع من نوع من المعاوضه، اي شيء عندهم اساس في البيت جمعوه وعايزين يدوا له قصاد الاكل، ده نوع من المعاوضه. كلمه مزجاه يعني ايه بضاعه مزجاه؟ الزج اصله في اللغه الايه؟ الزج الدفع، عادي يقول ما تتكسفش، الزج بمعنى الايه؟ الدفع. طب قالوا ايه معنى بضاعه مزجاه؟ ايه اللي جاب الزج للدفع؟ لما الطبري وغيره حاول يحلل اللفظ دي، كانها بضاعه لا تقبل الا بدفع، يعني عارف ايه، مش هتتاخد غير بزقه، يعني سواء بدفع من المتكلم ان لابد ان يضيف للبضاعه استعطاف عشان يوافق، او بدفع من المتلقي ان يتكرم ويقبل هذه البضاعه. يعني هذه البضاعه لا تقبل في حد ذاتها، بضاعه مزجاه لابد ان تدفع عشان تقبل، عارف لما يكون معاك مثلا بتاع مقطعه، فلوس مقطعه، فاما تتحايل على الراجل فدي مزجاه عايز ازق عشان تقبل، او هو يدفعها، هو اللي يزقها ويتكرم، فطلبوا ان يدفع البضاعه ويتقبل منه. بضاعه مزجاه تحتاج الى دفع لتقبل، فاوفي لنا الكيل، لان لو اداهم على قد فلوسهم مش هيوفي لهم الكيل، فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا. قال بعض اهل العلم وتصدق علينا اي رد الينا بنيامين، لكن قالوها تعريضا، ما رضوش يطلبوها تصريح، اظهروا الاستعطاف والذله. وقال الامام الطبري رفض القول ده، وان كان مروي عن الامام السدي، رفض القول ده، ولا التصدق بمعنى التصدق العادي. ايه اللي خلى بعض المفسرين يرفض ان التصدق بمعنى التصدق المعروف؟ ما الذي جعل بعض المفسرين يرفض ان التصدق كان بمعنى التصدق المعروف اللي هو اعطنا صدقه يعني؟ قال اللي رفض كان مختار ان دول انبياء، ان الاسباط دول اولاد يعقوب كانوا من الانبياء. احنا قلنا المساله دي فيها خلاف طويل ونذكره ان شاء الله في ختام السوره. والانبياء لا تجوز عليهم الصدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا تجوز علينا الصدقه، لا ينبغي ان ياخذوا الصدقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الصدقه يرفضها، ياتيه الهديه ياخذها، كان من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فاللي اختار ان هم انبياء رفض، قال تصدق ليس بمعنى الصدقه، ولكن اعطنا بنيامين. لكن اللي اختار ان هم مش انبياء خلاص، وشايف ان مفيش مشكله ان يطلبوا الصدقه. ان الله يجزي المتصدقين. حينما رأى يوسف عليه السلام شدة مذلته ومهانته أمامه، وتذكر حال والده وذكروه بالله إن الله يجزي المتصدقين، وجاءه الإذن من الله سبحانه وتعالى، قال كثير من أهل العلم لم يتمالك نفسه وبكى، ورق حاله لأبيه، وقال لهم، قرر يوسف في هذه اللحظة أن يكشف عن الخطة التي فعلها، وأن يبين الأحداث، وأن يظهر كل ما سبق أنه كان مكيدة كادها يوسف عليه السلام لهم بترتيب وبوحي من الله سبحانه وتعالى. قال يوسف، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وكأنه يقول أنتم كنتم في حالة جهل، أما أنتم الآن وصلتم إلى حالة النضج، يعني إذ أنتم جاهلون، فعلكم الذي فعلتموه في أول أمركم كان جهلا منكم، أما ظني فيكم الآن حينما رأيت شفقتكم ورأيت عطفكم ورأيت استجابتكم لوالدكم، الآن أيقنت أنكم تخليتم عن حالة الجهل. فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ بعض المفسرين قال هم لم يفعلوا في أخيه شيئا، هو يوسف هو اللي أخذ أخوه بنيامين. قالوا ما فعله بأخيه أنه فرق بينه وبين يوسف، يعني احنا قلنا يوسف وبنيامين كانوا من أم واحدة قيل اسمها راحيل،
وان بقية الاخوة كانوا من اكثر من زوجة، كان بنيامين يعيش وحيدا لا يجد من يتكلم معه ومن يخرج له اسراره، وكان يخاف منهم. يعني هم اخذوا اخوه ورموه في البئر وقال اكله ذئب، فكان بنيامين يخاف منهم ان يفعلوا به ما فعلوه بيوسف، لان يعقوب كان بيحب بنيامين ايضا، فكان دائما يعيش في حذر بنيامين. طوال فترة عيشه مع يعقوب واخوته، مع يعقوب عليه السلام واخوته، كان يعيش في حذر. لذلك لما وصل الى يوسف قال له انا اخوك فلا تبتئس، خلاص انت وصلت الى حالة الامان، دعك من اخوتك، ده اللي فعلوه باخيه. او قالوا ان يسرق فقد سرق اخوه له من قبل، ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. قالوا حينما قال هذه اللحظة، قال بعض العلماء فرفعت يوسف رفع التاج عن رأسه وخلع قميص الملك، فرأوه على حاله ورأوا ابتسامته التي كانوا يعرفونه بها، قالوا أئنك لأنت يوسف. تخيل المشهد، هم آخر مرة شافوا يوسف كان في البئر، وبعد ما أخرجوه على الخلاف اللي ذكرناه باعوه ببضاعة مزجاة. شوف هناك البضاعة المزجاة كان في الأول شروه بثمن بخس، دراهم معدودة، كان ثمن بخس، والآن جاءوا بثمن بخس أيضا بضاعة مزجاة. فقالوا أئنك لأنت يوسف، إحنا سايبينك في الصحراء، بعناك كعبد، من الذي جعلك ملكا، من الذي آت بك إلى هنا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. أضاف أخيه إليه حتى لا يتكلم عن نفسه فقط، هذا يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ثم أعطاهم القاعدة التي بها يصطفى الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طوال حياتك بتأتيك اختيارات معينة، طول ما أنت عايش في الحياة بتجي لك ابتلاءات واختبارات، اختبار أن تسرق، أن تأخذ رشوة، أن تزني، أن تقع في الحرام، أن تختار الدنية في دينك، أن تختار اختيار ليس الأولى بك كمسلم ولو عزة الإسلام. طوال حياتك أنت عايش في مفارق طرق بتقابلك طول ما أنت ماشي في السير إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يتقي ويبحث عن التقوى، واختيار التقوى يستلزم الصبر، لأن التقوى لابد لها من بلاء، مش أول ما تختار اختيار التقوى خلاص يأتيك النعيم، ستبتلى. حينما اختار يوسف التقوى مع امرأة العزيز ابتلي بالسجن فصبر، لذلك قال بعض العلماء إنه من يتقي أي يبتعد عن الزنا ويصبر أي على السجن، يعني دي الابتلاءات اللي مر بها يوسف، وده من باب المثال. لكن عموما طول ما أنت عايش في اختياراتك، طول ما أنت عايش في الحياة ستعرض لاختيارات، اختيارك لزوجتك، اختيارك لعملك، اختيارك لسكنك، اختيارك لوظيفتك، اختيارك لوظيفتك في الدين، كل هذه اختيارات تتعرض إليها طوال السير. أحيانا الإنسان يختار دائما الأسهل، يختار الأيسر، هذا لن يصطفى، لن يصل إلى مراتب الكمال، العز والنعيم لا يدرك بالنعيم، لابد أن يضحي الإنسان، لابد أن يبتلى الإنسان. فكيف يبحث الإنسان عن اصطفاء في الدين وأن يكون من ملوك الآخرة ودائما يختار الأيسر والأسهل على نفسه وعلى بدنه؟ كيف يروم ذلك وإذا كانت النفوس، لما النفوس تكون عظام تعبت في مرادها الأجسام، لابد إن حينما تكون النفوس عظاما وتكون النفوس كالجبال لازم تتعب الأجسام لتلبي احتياجات النفوس العظيمة، أصحاب علو الهمة في نفوس عظيمة. فيوسف عليه السلام كان بيتعرض لاختيارات، تخيل حاشاه عليه السلام، تخيل لو احنا نسقط على شخص آخر، بلاش نتكلم عن سيدنا يوسف، تخيل لو واحد تعرض للموقف اللي تعرض فيه يوسف واختار أن والعياذ بالله أن يسقط في الفحشة مع امرأة العزيز، ماذا ستكون سيرته؟ مجرد عبد وقع في الزنا. لكن حينما يختار الإنسان الصبر والتقوى يرفع في الدنيا قبل الآخرة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالإنسان حتى ينال الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، قد يرفع في الآخرة ولا ينال هذه الرفعة ولا تكون ظاهرة للناس في الدنيا، لكن يكون بالصبر. يعني أحيانا ركز معايا، بتتعرض لاختيارات في طريقك، في طريق الالتزام في سيرك إلى الله. من يتقي يختار الأفضل والتقوى عند الله ثم يصبر على اختياراته هذا من المحسنين، لن يضيع الله أجره. أوقات كتير واحد يقول لي أنا بيتعرض علي اختيارات، مثلا إن أنا اختار الاختيار ده أو الاختيار ده في طريق إلى الله، سواء وظيفة، زوجة، أيا كان، يقول لك بس أنا خايف أضحي
ما تجيش تاني او خايف اضحي تضيع. فتقول له انت خايف تضحي تضيع في الدنيا ولا تضيع عند ربنا؟ تضيع في الدنيا ممكن ما تجيش تاني. بتعملها عشان ربنا خالصة ما بتضيعش. يعني احيانا واحد يبقى ايه عايز يضحي بحاجة كبيرة قوي فيقول له رب يا رب انا هضحي اهو يا رب اهي انا مش هاخدها بس يا رب يعني ما اهو انا سيبها. انت بتعامل سبحان الله ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ده انسان كما ذكرت في خطبة اليوم انسان الثلاثة اللي اواهم لبيتوا الى غار وسقطت الصخرة وسدت عليهم باب الغار. الاول تضرع بعمل صالح بر الوالدين، والثالث تضرع بعمل صالح الامانة، الثاني تضرع انه ترك الحرام لله. قال فقمت عنها وهي احب النساء الي فتحركت الصخرة. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فارج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. تركها لله. حينما تركها لم يكن يعلم أنه في يوم من الأيام سيؤويه المبيت إلى غار وتسقط الصخرة ويتضرع بذلك. هو تركها لله. واضح؟ فهذه القاعدة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله عليه. خلاص هنا خرج كل ما في قلوبهم من حسد أو إضمار شيء ليوسف. اعترفوا أن التفضيل بيد الله. ودي مشكلة اللي بيحسد دائما، أنه معتقد أن التفضيل أن يقضيت منازعة أسباب. لابد أن يعترف أن هذا بفضل من الله. قالوا تالله لقد آثرك الله عليه. إحنا خلاص اكتشفنا أن إحنا غلط وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه الكلمة ليست سهلة أبدا، إنك تتذكر تفاصيل الأحداث التي حدثت معك. قطعوا قميصه ونزعوه وألقوه عاريا في البئر وباعوه بثمن بخس وأصبح عبدا، ثم يقول لهم حينما يكون ملكا أمامهم يقول لهم لا تثريب عليكم وبس. يعني أنا لو هسامحهم هقعد على الأقل 10 أيام يعني أعاتبهم، يعني انكر امن عليهم، يعني على الاقل اخد حقي ايه كلام. لكن انت احيانا بتكون مش قادر. ده انت ممكن بتعمل لواحد حاجه بسيطه جدا، خدمه بسيطه، تفضل فاكر لما عملت لك يلا مش مشكله حصل خير. كل ما يجي عندنا اقول فاكر لا شوف يا اخي سبحان الله الناس اللي بتنسى الجميع بس يلا يا كاتل لله. لله فين؟ ده انت خدت حقك كلام خلاص. قول معروف ومغفره خير من صدقات يتبعها اذى. فشوف كل ما فعله. ويقول يوسف هذه الكلمة لا تثريب عليكم، لذلك العلماء اختلفوا في كلمة اليوم تبع تثريب ولا تبع يغفر. يعني تقرأ لا تثريب عليكم اليوم وتقف وعين تقول يغفر الله لكم، ولا تقرأ تقول لا تثريب عليكم وتقف وتقول اليوم يغفر الله لكم. اللي قال لا تثريب عليكم اليوم يعني إذا كنت وفي قمة غضبي وفي قمة ملكي عفوت عنكم، فأكيد بعد كده أعفو عنكم، لأن لحظة الغضب الأولى بتكون أشد لحظة. والذي قال لا تثريب عليكم ويقف قال جاءه وحي من الله وبشرهم، يعني مش بس عفى عنهم. لذلك كثير من القراء يحب يقول لا تثريب عليكم ويقف اليوم يغفر الله لكم، يعني عفى عنهم وبشرهم بمغفرة من الله فأعطاهم العفو. ده الواحد يخسر يعني عفو عنهم وكمان أبشرهم بالمغفرة؟ لا، طب أخبي عليهم المغفرة شوية، يعني أخذ منهم أي حاجة وصفهم. قال لا تثريب عليكم. وإن كان في عشان لو قرأتوها يعني في بعض التفسير في الإسرائيليات إن ظلت المغفرة محجوبة عنهم 20 سنة، وكان يعقوب ويوسف يدعون الله يقومون الليل يدعون لهم 20 سنة حتى عفى الله عنه. لكن لو خدنا القول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم كما قال بعض أهل العلم جاءه وحي من الله أن الله عفى عنهم. العجيب إن هذه السورة سورة يوسف نزلت متى؟ في مكة ولا في المدينة؟ السورة دي نزلت إمتى؟ يا جماعة نزلت في مكة وقت الاستضعاف. ومن المعاني زي ما نذكر ان شاء الله ممكن ان شاء الله يكون المره الجايه باذن الله تكون المجلس الختامي باذن الله. الشاهد يعني ان من شواهد ومعاني السوره تذكير النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سيلطف به وكما اذوه قومه سينتصر عليهم كما نصر الله عز وجل يوسف على اخوته، وكما مكن الله عز وجل ليوسف ووقف في مقام العفو سوف يأتي يوم ويقف محمد صلى الله عليه وسلم في مقام العفو. الشاهد في أثر جميل هنا مروي عن سيدنا علي ذكره أمام الطبري وغيره
ان لما جاء ابو سفيان قبيل فتح مكه وراى الجيوش اللي جايه مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه، ذهب مسرعا هو وغيره الى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن اسلامه، فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. تخيل ابو سفيان ده واللي فعله في غزوه احد ومقتل حمزه وغير ذلك، فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فذهبوا الى بكر ليشفع لهم فاعرض ابو بكر، وذهبوا الى عمر فاعرض عمر، فذهبوا الى علي، في بينهم قرابه، فذهب علي بن ابي طالب ليشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واول ما تلقونه في وجهه قولوا له تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين، فانه اي النبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى ان يكون احد احسن مردودا منه. يعني مش هيرضى ان سيدنا يوسف يكون له رد، هو لا يفعل ذلك. اول ما تقولوا الايه دي هو هيقول مباشره لا تثريب عليكم، لانه لا يحب ان يكون احد احسن مردودا منه. فعمل كده ابو سفيان، اول ما جاء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. عايز حسنوا بعض اهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا هذه الايه حينما دخل فتح مكه، حينما قال ماذا تفعل بنا، قال لا تثريب عليكم اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ظل متذكرا لهذه الايه قالها، لانه كان يعلم ان هذه الايات بشرى، بالرغم انها جاءت في وقت الضعاف الا انها بشرى بالتمكين باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يقدرنا ونقول الايه دي ونعيش لغايه لما نقول الايه دي، بصراحه مش هنقدر نقولها لو احنا. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. ثم لم ينسى والده، لان خلاص الاذن جه من ربنا، هو كل الفتره اللي فاتت دي زي ما اختار جمع من المفسرين انه كان يخبئ امره عن ابيه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بوحي من الله سبحانه وتعالى، فجاءه الاذن فقال اذهبوا بقميصي هذا. احنا بقى لنا قد ايه كده يا شيخ؟ كده 40 دقيقه لسه تلت ساعه. قال اذهبوا يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا، نفس القميص الذي كان سبب الحزن هو الان ياتي قميص سبب الفرح. وقال بعض اهل العلم محاول لماذا خلع قميص الملك، قال حتى يصدق يعقوب ابناءه، ان اولاده هيرجعوا يقولوا له يوسف في مصر وهذا، ويريد ان تذهب بكل عائلتك، لان يوسف عليه السلام طلب ان تاتي كل العائله، فكان ممكن يعقوب لا يصدقهم لانه يعني جرب عليهم الكذب في اول امرهم، فقال اذهبوا بقميصي كانه علامه صدق. وحينما يرى قميص الملك، وكانت من عاده الملوك لا يخلعون قميصهم الا للقريب، مش اي حد يخلق قميص الملك، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لأنه يعني كان أصابه العمى وبيضت عيناه فقد بصره، يأتي بصيرا. قيل يأتي بصيرا مش يصبح بصيرا، أي يصبح بصيرا ويأتي إلي وأنتم أيضا تأتوني بكل أهلي معه، يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. برضو العلماء اتكلموا كيف عرف يوسف أن القميص حينما يلقى على وجه أبي سيؤدي إلى عودة بصري، كثير المفسرين قال هذا بوحي من الله. بعض المتأخرين زي الإمام القاسمي وقلد في ذلك الإمام الرازي من المتقدمين، قال إن حاول يحللها نفسيا، يعني قال كما أن الحزن يؤدي إلى فقد البصر، شدة الحزن قد تؤدي شدة الفرح إلى قوة بدنية تؤدي إلى عودة البصر. لكن أيا كان هو الغالب، وفي بقى أحيانا بيحصل تكلفات عجيبة هنا، يعني بعض المتكلفين من الإعجاز العلمي تكلموا على مسألة القميص والعرق، وإن إحنا ممكن نستخلص منه مادة ترجع يعني أحيانا بيحدث تكلف في موطن ليس هذا هو محله كما ذكرت في المرة الماضية. الشاهد اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. هنا في التاريخ لحظة فارقة، بس ده مش محل، ده في سياق الصورة، لكن ده فهم ده في قصة بني إسرائيل عامة في القرآن، دي لحظة فارقة، لحظة انتقال بني إسرائيل. إسرائيل هو مين؟ يعقوب. لحظة انتقال بني إسرائيل من الشام، وتوقف الدعوة يا إسرائيل في الشام وبدء الدعوة في مصر، واستمرار دعوة بني إسرائيل في مصر إلى مجيء موسى عليه السلام، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله، زي مين اللي بيقول الكلام الآية دي؟ حتى إذا هلك يوسف قلتم لن يبعث الله. الآية دي فين؟ سورة غافر. مين اللي قال هذه الآيات؟ مؤمن آل فرعون، ويتكلم مع فرعون في وجود موسى عليه السلام. قد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. سورة غافر كان يذكرهم بلحظة مجيء بني إسرائيل، اللي لحظة حينما قال
يوسف عليه السلام وأتوني بأهلكم أجمعين. بنو إسرائيل انتقلوا من الشام واستوطنوا مصر وظلوا يحاولون الدعوة في مصر، مرت عليهم أجيال تلو أجيال إلى أن جاء الأمر بعودة بني إسرائيل مرة أخرى إلى فلسطين، إن موسى عليه السلام يذهب ويستخرج بني إسرائيل، واضح أنه ما فيش أمل في مصر. فبعث الله سبحانه وتعالى موسى أن يخرج بني إسرائيل من أرض مصر ويذهب ليفتح فلسطين الأرض المقدسة، وبرضو بني إسرائيل رفضوا دخول الأرض المقدسة فعقبهم الله بالتيه. وأتوني بأهلكم أجمعين، نفذوا الأمر مباشرة. ولما فصلت العير، يعني بدأت العير تخرج من مصر، ولما فصلت العير قال أبوهم، وهذا أيضا من نبوة يعقوب، قال إني لأجد ريح يوسف. في أثر جميل جدا مروي عن بعض السلف أن الريح استأذنت ربها أن تذهب بريح قميص يوسف إلى يعقوب. الريح تريد أن تبشر يعقوب. خلق السعي للبشرة ده مهم، إنك أنت تكون عايز تفرح، زي ما كعب بن مالك كده ظل 50 ليلة معاقب إن محدش بيكلمه حينما تخلف عن غزوة تبوك. فحينما جاءت البشرة الكل كان عايز يبشره، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البشرة جاءت في الثلث الأخير من الليل. فمش متذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم عند مين، أم سلمة أو مين أو من زوجاته، قالت أفلا نبشرك، كانت عايزة تبشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو بشرناه في الثلث الأخير من الليل البيت هيتملأ علينا بالليل، الثلث الأخير من الليل مش هينفع، خلينا نستنى الصباح. فمع صلاة الفجر كان واحد خد الفرس وكان بيسبق يجري لكعب بن مالك، واحد عشان يسبق الفرس قام من بعيد يبشره من بعيد. الكل كان بيتنافس ان يبشر كعب بن مالك بتوبته. فحينما يتكاتف المجتمع ويسعى للبشرى، ان انت لما تعرف مثلا جبت الواحد نتيجته مثلا ويكون ناجح وتجري عشان ايه تبشره، مش مهم بقى لو النتيجه الثانيه، حاول تخلي حد تاني هو اللي يبلغه. فالريح قيل انها استاذنت ربها ان تذهب وتبشر يعقوب، وكان المؤمن الكون كله بيتفاعل معاه، يعني الريح كانت متعاطفه مع سيدنا يعقوب، لكنها لم تفعل الا بعد الاستئذان. قيل انها استاذنت ربها. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف، بس انا مش عايز انشر الكلام ده لولا ان تفندون. الفند اللي قيل انه هو يتهم بالسخريه او بالاستهزاء او بالتكذيب او بالتخريف، من الكبر ان الانسان يكبر ويتهم بالتخريف. فلولا أن تفندون أي تتهموني بهذه الأوصاف، زي يخطئ فلان أي يتهمه بالخطأ، يجرم فلان يتهمه بالجريمة، فيفند فلان يتهمه بالفند. الفند اللي هو إيه؟ زي قلنا الاستهزاء، السخرية، التكذيب، التخريف. فقيل لولا أن تفندون أي لولا أن تتهموني بهذا لنشرت هذا الخبر وقلت إني يقينا إني لا أجد ريح يوسف. بالرغم أنه بيكلم بعض بنيه أي أحفاده وبقية أقربائي، لأن هنا بعض المفسرين، وممكن يكون أنا عندي اللي خلط، بس أنا حسيت أن بعض المفسرين تعجبت، يعني قالوا إيه، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. بعض المفسرين ذكر أن القائل هذا الكلام هو إخوة يوسف، بس إخوة يوسف مش موجودين هنا. إخوة يوسف فين؟ لا لسه في الطريق، مش ركزوا، لما فصلت العير إخوة يوسف فين؟ في الطريق من مصر للشام. فلذلك بعض المفسرين ذكر قال إن الذي ذكر قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا وهذا سوء أدب من إخوة يوسف. لا هو مش إخوة يوسف اللي قالوا، كان ده بعض أقربائه وأهله، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت لسه برضو ما فيش فايدة، إحنا قلنا لك هتظل تذكر يوسف حتى تكون حرضا، إحنا ذكرنا لك، مع إن اللي قال حتى تكون حرضا أي إخوته، لكن أقصد إن قومه يرون أن شدة تعلق يعقوب بولده قد تصيبه بالفند، أشبه بالسخرية والاستهزاء والتكذيب أو التخريف. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فسرعة وكأن العير كانت تأتي مسرعة، فلما أن جاء البشير، ذكر بعض أهل العلم زي مروي عن كثير من السلف أن أحد الأبناء هم راجعين دلوقتي كلهم كام؟ اللي راجع كام دلوقتي؟ اللي راجع 11، لا كلهم رجعوا ما عدا يوسف، يعني وان كان بعضهم قال ابقى معه بنيامين، لكن الغالب من السياق ان رجعوا كلهم. فلما ان جاء البشير، قال بعض اهل العلم ان البشير هنا كان اسمه يهوذا، هو ده اللي خد القميص المقطوع وراح، او اللي مش مقطوع بقى، القميص اللي كان المفروض يتقطع، يعني القميص الملطخ بالدم
وراح ليعقوب وقال إن أول واحد دخل على يعقوب وقال له إن ابنك أكل الذئب، فأصابه الحزن والغم، فقال دعوني أنا كما أنا أدخلت عليه الحزن أدخل عليه الفرح. فلما أن جاء البشير، وده مهم إن الإنسان اللي أخطأ في شيء يحاول يعوض ذلك، زي سيدنا وحشي كده لما قتل حمزة كان بيحاول إنه يبحث عن رؤوس الكفر ليقتلهم، لذلك أبلى بلاء حسنا كما قيل في معركة اليمامة. قيل أنه على خلاف يعني من المؤرخين، قيل أنه الذي قتل مسيلمة الكذاب، قال قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، قتلت خير الناس يعني حمزة وقتلت شر الناس يعني مسيلمة. فمهم أن الإنسان يحاول أن يعوض الأفعال التي فعلها. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، أي ألقى القميص، ألقى قميص يوسف على وجهه أي على وجه يعقوب، فارتد بصيرا كما أخبر يوسف، لأنه يبدو أنه كان بوحي من الله. فحينما وجد هذا الأمر يعقوب نظر إلى من حوله وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا، خلاص هنا القميص جه وخلاص اعتراف رسمي إن يوسف لم يأكله الذئب وأنه حي باقي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هناك يعقوب يوسف عليه السلام قال لهم لا تثريب مباشرة، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، عفى عنهم مباشرة. وإحنا نسيت أقول لكم التثريب يأتي بمعنى التعيير أو كثرة اللوم، اختلفوا أصلها اللغوي. الثرب ده قيل إن هي مادة دهنية بتكون على الكرش والأمعاء بالداخل، حتى بعضهم قال إيه علاقة التثريب ده، قالوا إن اللي بيكثر اللوم والعتاب كأنه بيضع طبقة دهنية على من أمامه، كأنه يكثر على طول وضع حاجز بينه وبين أمامه بالتعيير. المهم يعني خلاف لغوي ايه علاقة الشحم ده بتثريب، المهم المعنى عشان بس ما طولش بمعنى التعيير. فيوسف أجاب مباشرة قال لا تثريب عليكم اليوم. هنا يعقوب لما طلبوا منه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. فالعلماء استغربوا إزاي يوسف يجيب مباشرة ويقول لا تثريب عليكم اليوم ويعقوب بيقول ايه سوف. قالوا من رحمة وشفقة الوالد لولده أنه كان ينتظر أرجى الأوقات للدعاء، فقالوا سوف أستغفر لكم ربي على قولين مشهورين ذكرهم الطبري، سوف أنتظر قيام الليل في الثلث الأخير من الليل وأستغفر لكم ربي في هذا الوقت، وقيل سوف أنتظر ليلة الجمعة اللي هي قبل المغرب قبيل المغرب ساعة الإجابة. شاهد أنه قال سأنتظر، ده من حكمة الأب وشفقة الأب، سأنتظر ساعة إجابة أدعو الله لكم ليغفر لكم، سوف أستغفر لكم ربي. في معنى جميل ذكره الإمام القاسمي عن المهيمي، إن هم قالوا يا أبانا استغفر لنا، ما قالوش استغفر لنا ربنا، قالوا استغفر لنا إيه؟ أنتوا نايمين ليه؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا إيه؟ ذنوبنا. ما هو استغفر يتعدى للذنب، تطلب المغفرة من الله للذنب، فأنت ممكن تقول استغفر الله ذنبي، فتجيب المفعولين استغفر الله ذنبي. هم حطوا مفعول وسيدنا يعقوب حط مفعول تاني، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، هو قال لهم سوف أستغفر لكم، ما قالش ذنوبكم، سوف أستغفر لكم ربي. فقال ذكروا الذنوب لأنهم كانوا يذكرون قهره أي قهر الله، وذكر ربه لأنه كان يذكر رحمته أي رحمة الله. واضح الفارق من الاثنين، لأنه عايز لهم هذا مقام الرحمة، فلنذكر رحمة الله لا نذكر الذنب. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، معنا قد ايه كده يا شيخ؟ احنا خلاص وصلنا اهو. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه، مشهد ما اجمل مشاهد الفرح، يعني العايش قصه، يا سلام لو تقوم تصلي قيام الليل بالقصه على بعضها، وتتالم مع الام يعقوب وتحزن مع احزان يوسف وتصبر مع صبر يوسف وتصبر مع صبر يعقوب، حينما تعايش هذه الامور تستلذ بمشاهد الفرح، لأن الإنسان المؤمن لابد أنه سيبتلى في هذه الحياة، فيكون له سلوى، يكون له من يتأسى به، كما قال له كما قال ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في ختام سورة هود، إن جاءك في السورة من تتأسى به، من تتصبر به. فهنا ما أجمل مشاهد الفرح، يعني أنت المفروض أنت بتقرأ، لو أنت عايش وبتقرأ السورة من أولها، هنا يبدو عليك الفرح، وتبدو وتخرج منك هنا في هذه اللحظات دموع الفرح، يعني أنت في أول سورة تخرج منك دموع الحزن. يعني اللي بيقرأ سورة يوسف وعيشها، أول سورة تكون دموعه ساخنة وآخر سورة تكون دموعه باردة، لأن دموع الفرح. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أخيرا حصل اللقاء،
يعني هذا مشهد مرتقب، جمع الشمل وجمع الأحباب ده مشهد دايما مرتقب. ذلك يوسف عليه السلام لما كان بيتذكر نعمة كان يكثر من نعمة الجمع، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، اللي مركز عليه مسألة أنه يتجمع مع الناس. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. الخلاف دخلوا عليه القصر ولا دخلوا عليه حدود مصر؟ يعني هل يوسف عليه السلام خرج إلى حدود مصر ومع الملوك اللي يستقبله، وده مروي عن بعض السلف، ولا ظل يوسف في قصره وأرسل إليه من يستقبلهم؟ فلما دخلوا على يوسف هل دخلوا على حدود مصر وكان هو منتظرهم، ولا دخلوا على القصر؟ آوى إليه أبويه. الذي قال أنه كان على حدود مصر فقال ادخلوا مصر إن شاء الله لأنه قابلهم على الحدود، ادخلوا مصر إن شاء الله. والذي قال دخلوا عليه القصر أي امكثوا، ادخلوا مصر بمعنى امكثوا في مصر إن شاء الله آمنين، يطمئنهم أن كلمة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين يطمئنهم أن يوسف عليه السلام وصل من التحكم في الملك إلى درجة أنه لم يعد هناك خوف على ممارسة بني إسرائيل للعباد، وأنه لن يطمئن يعقوب إلا وهو يقيم الشعائر، لن يحدث الأمن ليعقوب إلا وهو يقيم شعائره، فيقول له اطمئنوا لن يحدث لكم هنا أي أذى، لأن بقى في آثار كتير إسرائيلية أن الملك مات وأن كان له ابن هو أصبح الملك، وأن كان الابن يرجع إلى يوسف عليه السلام في كل شيء، وده مذكور في التوراة، وأن كان يوسف وكأنه حجب هذا الابن وكان القائم بكل الأمور يوسف عليه السلام. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، خص الأبوين لأنه كان في لقاء قبل كده مع إخوته خلاص، وقال لا تثريب عليكم اليوم، فخص الأبوين وضمهم إليه، ده من البر. الخلاف هنا أبويه، أبوه وأمه أم أبوه وخالته؟ اللي قال إن أمه قد ماتت قال أبوه وخالته، وده مروي في الإسرائيليات. الطبري رفض ده وقال طالما قال الله سبحانه وتعالى أبويه يبقى أبويه، بلاش نغير في الكلام، فمال إن أبوه وأمه كانت عايشة، وعدم ذكر أمه في القصة لا يعني أنها قد ماتت، إن كان ده اختيار بعض من المفسرين. الشاهد ذكرنا الخلاف ده في تفسير، حد فاكر في أول السورة خالص خلاف إن دي أمه ولا خالته في تفسير إيه؟ الشمس والقمر، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، من الذي سيسجد، الأم أم الخالة؟ وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه، خص أبويه أيضا للبر حتى يكون موطن سجود الأبوين أعلى من موطن سجود الإخوة، ورفع أبويه على العرش وخروا أي جميعا حتى تتحقق الرؤية. حينما تقرأ هذه الآية تزداد يقينا بموعود الله في أول السورة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، وفي آخر السورة يا أبتي هذا تأويل رؤياي. يعني في الأول السورة طفل بيجري على أبوه وبيرتعش وخايف من الرؤية، وفي آخر السورة شاب فتي يقول لأبيه بعدما كبر يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. من المواضيع المهمة في القرآن موعود الله سبحانه وتعالى، الثقة في موعود الله، ولتعلم زي ما ربنا قال عن رجوع موسى إلى أمه في أول القصص، ولتعلم أن وعد الله حق. يعني ده مهم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء فهو حق. عدم فهمك للوعد أو اختلاطك في فهم الموعود لا يجعلك تظن في قدرة الله ولا تسيء الظن في قدرة الله. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم أي كلهم لي ساجدين، وخروا له سجدا. وقال يا أبتي، تذكر الآية في أول السورة، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا يجعلك تزداد دائما يقينا في موعود الله. فإذا وعد الله سبحانه وتعالى بنصرة المؤمنين المستضعفين فالله قادر على ذلك حتى لو مت وأنت لم ترى ذلك. حينما تموت وأنت ترى المؤمنين المستضعفين تموت وأنت موقن أو تموت موقنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصرة المؤمنين، ولكن يؤخره إلى أجل مسمى، وأن الوعد جاء للمجموع لم يأتي للأفراد، أن الوعد بالنصرة جاء لمجموع المؤمنين لم يأتي لأفرادهم. فالوعد لمجموع المؤمنين، يعني مش لازم كل الأفراد يروا النصر، كان الوعد بينزل بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة من يموت مستضعفا في مكة. ماتت خديجة رضي الله عنها في شعب أبي طالب وهي ماتت موقنة بموعود الله، ومات مصعب بن عمير في أحد وهو لم يرى فتح مكة،
ولكنهم ماتوا موقنين بأن الله سبحانه وتعالى قادر على نصرة أهل الإيمان. فلا يشك الإنسان مهما رأى من أحداث، لا يشك أبدا في موعود الله، ولا يشك أبدا في قدرة الله، قادر على أن يحقق لك ما تتمناه. الله قادر على أن ينصر الدين، الله قادر على أن يفعل لك وأن يحقق لك ما تتمناه لنصرة دينك. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. دائما في موطن النعمة، موطن الملك، يتذكر الإنسان فضل الله عليه حتى لا ينشغل بالافتخار. النبي صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكة وهو مطأطئ رأسه، دخل صلى الله عليه وسلم فتح مكة مطأطئا رأسه حتى تكاد لحيته تمس الرحل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الافتقار لله سبحانه وتعالى، وصلى 8 ركعات، قيل إنها الضحى وقيل إنها شكر الله لنعمة الفتح. إنسان في مواطن النصرة يتذكر الله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، تذكر نعمة الله عليك، ونزه الله سبحانه وتعالى عن أي نقص. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقد أحسن بي إذ أخرجني، أتذكر نعم الله علي، إذ أخرجني من السجن. كده خلصنا صح؟ كملها المرة الجاية؟ طيب. قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. هذه الآيات ختام القصة، ختام بلوم شعف القصة. إيه المطلوب تخرج به من القصة؟ ما هي المشاعر التي تخرج به من القصة؟ يجملها يوسف عليه السلام في ختام القصة، بإذن الله عز وجل نذكرها مع ختام القصة في المرة القادمة. بإذن الله عز وجل نكمل بإذن الله عز وجل ختام السورة، ونحاول نذكر فوائد عامة. الشيخ السعدي في آخر تفسير سورة يوسف جمع كل الفوائد، يعني هو قاعد يفسر الآية، كل آية يفسرها، وفي ختام السورة جمع كل الفوائد اللي مذكورة من السورة، ممكن ترجع لها. الختام ده أنا كنت عامل خطبة شارح فيه الختام ده، حتى إن لم يقدر لنا اللقاء لأي سبب تقرأوا تسمعوا الختام، كنت عامل خطبة شرح من أول هذه الآيات لختام السورة. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل خصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.